عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد آخر مؤتمراتها الجماهيرية بقرية منيا الشيحة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، وذلك تمهيدا لالتزامها بفترة الصمت الدعائي المقرر لها أن تبدأ الجمعة المقبل. وخلال المؤتمر كشف رئيس حزب الوفد عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي اعتمد على 4 محاور أبرزها الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي وإصلاح التعليم. الحقيقة يعني أتوجه للحضور بالشكر لهذا الحضور الكثيف ومن وراءهم، ولهذا التنظيم البديع الذي للحقيقة هو مسك الختام في الجولة الخامسة والأخيرة في سباق الانتخابات. وإذا كنت سعيدا بهذا الاحتفاء في هذه الاحتفالية وما ذكر فيها من سرد لتاريخي وبالعرض وحتى بالشعر، إلا أنني الحقيقة ما يشغلني هو بلدي، ما يشغلني هو مصر في المرحلة القادمة. لذلك أنا أكتفي بما ذكره السابقين في ما يتعلق فيما ذكروه، وأنا هنا أن أناشدكم وأوجه رسالتي لكم في القادم. نحن الآن وبعد 3 أيام فقط، بعد 72 ساعة سيكون الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية.